ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطره عليها في المنطقه، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. انا بكلمك النهارده فخامه رئيس الوزراء وبقول ان في تقريبا 4000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1500 منهم 1500 طفل، وبالتالي مهم جدا جهودنا اللي بتبذل النهارده لاحتواء هذا الامر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم اسجل هنا واقدر جدا الجهود اللي بذلت من فخامه الرئيس بايدن ومنكم في اقناع اسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا ان نقوم باصلاحه نتيجه القصف اللي تم فيه خلال الايام الماضيه وادخال المساعدات الى القطاع. وهنا باكد مهم قوي ان تفضل سيل تدفق المساعدات يصل الى القطاع من مياه ومن مواد طبيه ومواد انسانيه اخرى حتى لا يكون هذا الامر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني الموجودين في القطاع.